الفيديو بيبدأ مع توم وجيري وهم بيلاحقوا الست دي علشان ينقذوا صديقهم الكلب، وجيري بيقول لتوم قرب اكتر علشان يعرف يوصل للصندوق اللي فيه الكلب. ولسوء حظهم قبل ما يوصلوا للصندوق العجلة بتتكسر، ولكن جيري بيقدر يوصل لحسن حظه وبيفتح الصندوق وبيرجع للعجلة بتاعته على طول، والكلب فعلا بيقدر يخرج من الصندوق. ومش هتتوقعوا ايه اللي حصل، بس قبل ما نكمل بتحداك تعمل لايك واشتراك وانت مغمض، ولو نجحت معاك ما تنساش تكتب لي رقم 3 في الكومنتات. وهنا بنعرف ان البنت دي هي صاحبة الكلب وكانت بتبكي عليه، ولما شافته فرحت جدا. وبكده بيكونوا توم وجيري هما اللي انقذوه. لو حابب اعمل لك جزء تاني اكتب لي في الكومنتات، وجايب لك تطبيق بتقدر تحمل من عليه لعبة سبونج بوب على الهاتف، هتلاقي الرابط في اول تعليق مثبت الكل يروح يحمله.